انت عايزني اكتب لها الشقه وقايمه العفش وتعورني في 30,000 جنيه مؤخر. هو كده عاجبك ولا مش عاجبك؟ عينيا يا ابو نسع. ايه ده، وافقت على طول كده؟ اه بس في حاجه كده مش مظبوطه في خصوص ال 30 باكل ايه. ما ينقصوش ملي، عاجبك ولا مش عاجبك؟ يا عم انت اختك ما بتحبش رقم 30، احنا الشوط عندنا في الملعب 45 دقيقه، الحكم بيحط عليهم 5 دقايق بدل استهبال كده، يعني كله 50,000 جنيه مؤخر. انا كان قصدي 50,000 يعني، انا بس قصدي كنت احسبها 30 على ماتش الباسكت مش كرة القدم، يبقى 50,000 جنيه. يظهر انك نسيت قواعد اللعبة. لا ما نسيتش، انا لعيب ولعيب جامد. طب شوت كده. هشوت. العصمة في ايديها. العصمة والشبكة كمان في ايديها. ايه ده؟ طيب مش معقولة هتدخل على عفش قديم، انا ما احبش الماتشات المتسجلة، لازم العفش يبقى جديد يعني على الهوا مباشرة. هنزلها استاد دمياط تنقي النابوليا اللي هي عايزاها. الكسوة. كسوة ايه؟ كسوة ايه؟ ما تبقاش لعيب محترف خدت الكرة ودخلت بيها على 18 رحت راجع تاني لنص الملعب، ومع ذلك كل انواع الكسوة، المدارس، دخول الاعياد، كل ده عندي. مرضى ابو نسب؟ تعبت صح؟ نعمل هاف تايم. لمونة حتى. يا عدولة بقالك كتير ساكت وفاضل دقيقة والماتش يخلص. ايوه بس الجون بيجي في لحظة بردك. الماتش مقري واللعيبة تعبانة. قصدك ايه؟ ما بتكلمش على الماتش ده، انا بتكلم على الماتش اللي في التلفزيون. طيب بص بقى من الاخر، هتكتب على نفسك وصل أمانة بمليون جنيه عشان لو فكرت بس يوم تضايق سناء هرفع عليك قضية بوصل الأمانة ده واحبسك. لا لا كده بلد وكارت أحمر كمان. هتكتب على نفسك وصل أمانة بمليون جنيه. سمعتي؟ سمعت أخوك عايز يعمل فيا إيه؟ عايز يجيب لي رباط صليبي، اصابه تعجزني عن الملاعب. بعد الشر عليك يا محسن، وهو ازاي يطلب منك طلبات زي دي؟ ده كل اللي بيحصل ده ما يجيش حاجه في الماتش اللي بيني وبين اخوك عادل من يوم ما عرفتك. ده بيتبرشط عليا وماشي يتكلم عليا في كل حته. اقول لك على حاجه، ده بيجي القهوه هنا بيطلب مشاريب على حسابي ويقول له يا حته على حساب محسن وادفع يا محسن. انا مش بقول كده عشان اسخنك يعني. مش محتاجه تسخين اكتر من كده، هو ازاي يتجرأ ويعمل كده؟ ده غير كده بقى ماشي يلبلب عليا في كل حته وقالب عليا الدنيا، وانت عارفه انا راجل لعيب كوره ماليش غير سمعتي وسمنتي اللي بجيب بيها جوان، وبعدين انت مراتي برضو اللي يلطني يلطك. دليلته سودة بس لما اشوفه. طب انا هقول لك على حاجه حصلت واحنا بنلعب في الدوره الرمضانيه. دوره كبيره جدا وكنا بنلعب نادي عريق جدا اسمه نادي سياخ امبابه، عارفه؟ لا مش مهم. قال عليا ان انا باخد منشطات رياضيه، راحوا كاتبين في مجلة الحائط اللي في مركز شباب امبابة، عارفاه؟ لا مش مهم، ان انا بقيت هاتريك كيماوي. وصلت يا محسن؟ اه وغير كده كتير كتير، بس انا برضو عايز اقولك ان انتوا اخوات وعمر الدم ما يبقى مية. اسمعي الكلام اللي انا بقولك عليه، سواء استمرتي معايا او ما استمرتي. ما تقوقوش، ما فيهاش او ده افترى عليك وانا ما اقبلهوش. استنى عليا، استنى عليا يا عادل بس لما اشوفك. يا طنط. طبعا اديكي سمعتي كل الكلام اللي اتقال. يعني اكدب وداني؟ الصوت صوت ابني والودان وداني والجهاز جهازي وبيسجل صح، واديكي سمعتي كل حاجه. احنا كل اللي عايزينه بس ان احنا نامن مستقبل سناء وبالمعقول. شوف يا طنط، كل الكلام اللي قاله انا هعمل قده مرتين، بس لازم حضرتك تعرفي ان كل برغوت على قد دمه، وانا راجل جاي شاري، عايزيني يقولوا لي اهلا وسهلا، مش عايزيني يقولوا لي توكل على الله. يا اخويا ما تقولش كده، اللي فات مات. جايز بالنسبه لحضرتك مات، انما بالنسبه للاستاذ عادل لا زال ينبض. انسى كل اللي قاله عادل خالص، هنقعد مع بعض عاده تانيه ونتفق وبالمعقول. وانا هدفع فوق المعقول بمرتين كمان. ها انتوا طلباتكم ايه؟ يعني الست مننا عاوزه تحس بالامان. عايزه تامن لها خط الدفاع يعني. يعني الشقة تبقى باسمها. ومال الشقة تبقى باسمها؟ حاضر، بس طبعا حضرتك عارفة ان الشقة دي واقف
من ايام الدزوي ومختار التتش. ان شاء الله بعد 40 سنه لما القضيه تخلص هكتبها لها باسمها. كويس قوي. طيب والقايمه؟ حطوا اللي انتوا عايزينه في القايمه وانا هحط قده مرتين. شفت انا حلو ازاي؟ حلو قوي. بس يعني ما نتكلمش في القايمه دلوقتي الا ما ننزل مع بعض ونشتري العفش. على اقل من مهلكم. طب والمؤخر؟ دي حاجه ما فيهاش فصال. طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده كلام زي الفل ما فيهاش فصال. بس ده امتى؟ في حاله لو كانت العصمه في ايدي. انما انا بقى جدعانه مني هخلي العصمه في ايديها تعمل فيا اللي هي عايزاه، تطلقني وترميني في اي وقت. شفتي بقى انا اجدع منكم ازاي؟ عداك العيب. تشرب حاجه ساقعه؟ انا بموت في الحاجات الساقعه وبالذات العصير اللي انت بتعمليه. طب يا ريت شويه شاي سخنين. استاذه رانيا، ممكن اتكلم معاكي في موضوع رفيع لو سمحتي؟ اوكي. انت جبت الكلام ده منين؟ انت عايزه تفتري عليا وخلاص؟ محسن كان بيسجل لك على الموبايل. بيسجل لك يا خفيف. بيسجل لي؟ ماشي. الندل الجبان. طب انت ايش عرفك ان ده صوتي يعني؟ وانت تعرفي صوتي منين؟ كنت سمعتيه فين قبل كده؟ دولة دي المشكله يا دولة. الخوف لا يكون ماسك عليك صور. ماسك عليك صور. يعني انت ايه اللي خليك تتدخل بينه وبين اختي؟ بقول لك ايه، معقوله هتصدق واحد نذل زي ده وكذب اخوكي؟ اكذبه ازاي؟ ده انت صوتك خرم وداني وهو طالع من الموبايل. الف سلامه. لا ما دام خرم ده وداني يبقى كده عندها حق يا دولة بصراحه. ولا انت بتتدخل ليه؟ مش عايزك تنطق خالص. ما تنطقش. ايوه اهو، بس ما تنطقش. ولعلمك بقى حركه ان هو يسجل دي معناها ان هو انسان ملوش امان. صح يا رمزي؟ صح دولة كده، انت غلطان وهو عنده حق. وبعد كده يعني انا عايز افهم، يعني هو كان بيسجلك وانت بتعمل ايه بالظبط؟ لا ما اكون بعمل ايه يا متخلف، انت كنت قاعد بشرب ليمون. كده لبساك لبساك. ما تغيرش الموضوع. انا مش متضايقه من انه كان بيسجلك ولا ما بيسجلكش، انا متضايقه من الكلام اللي انت قلته. قلت ايه بس يا سناء؟ يا سناء يا حبيبتي انا بامن لك مستقبلك يا هبله. مستقبلي انا ادرى بيه عادل. انا فاهمه ارتب مستقبلي ازاي. انت بتكره محسن وعايز تطفشه. دي طلبات تطفيش مش طلبات تامين. الله عليك الله عليك. طلبات تطفيش. ربنا يخليك ليا يا دولة. وبعدين انت يا هبله انت مش ما تسيبيه يطفش، يمكن يجي لك بكره اللي احسن منه. ولا ايه اللي احسن منه؟ بص عشان تبقى فاهم من الاخر، اي حد في الدنيا احسن منك. لو معزم حديها هتبقى احسن منك. خلاص انت ايه اللي دخلك بيني وبين اخويا؟ انا واخويا بنتكلم. ما تدخلش بينا. بس يا سناء خلاص 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 سيبيه، حرام عليك كده. دولة سناء، الكلام اللي انا قلته لك ده مش كلامي، ده كلام امك اصلا. كلام امي؟ مش ممكن، انت كذاب. انا امي لا يمكن تقول الكلام ده. قالت الكلام ده وخلاص. لو مش عايزه انت بقى تصدقي، ممكن انا وانت نروح لها ونسالها بنفسنا. نروح لها. اتفضل اتفضلي 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 يا جماعه. هو ده الكلام يا جماعه. يلا بينا نقفل البازار ونروح بقى نشوف ايه الحكايه يا جماعه. نقفل البازار ايه ونروح نشوف يا جماعه؟ انت مالك انت؟ انت بتدخل في حاجه زي كده؟ ولا نظف البازار على ما اجي. يلا نظفته يا دولة. وسخه ونظفه تاني. عارف لو ما وسختوش حلو؟ عارف ايه اللي هيحصل لك؟ ايه؟ ديك يا ام ياسمين، امال هيعمل ايه في جوازة ياسمين المسكينه؟ لا يا استاذ محسن، هو جوازة ياسمين خاضعه للتخطيط المبدئي وهي اسر للتنفيذ. الحقيقه ان انا ببص لها من وجهه نظر خماسيه الابعاد، لانه انا بدات امهد لها من دلوقتي. بس السؤال بقى هو، هل عايز يعمل معايا في جوازي زي ما عمل في جوازكم؟ هو عمل ايه في جوازنا؟ كتب الشقه باسمك. الشقة باسمي؟ لا 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 يا استاذ محسن، ده قصده كان يتوقف على الثقه المفرطه بين الطرفين والتي لم يكن عليها اي نوع من انواع الغبار. اصله عايزني اكتب الشقه باسم سناء، انما طبعا حضرتك وضع تاني، تلاقيه كاتب لك كل حاجه ومظبطك في القايمه. هو الحقيقه يعني كل الهيكليات الماديه في الوقت ده ما كانتش بتعنيني، لاني كنت بنظر لها بنظره مختلفه شويه. يبقى اكيد مظبطك في المؤخر. المؤخر ده مهم قوي على راي امي. الست المؤخر لا يقدمها لا ياخرها. لا هو المؤخر ما كانش مفتعل، كان كويس في حدود 30 40 مثلا. لا 300. اوه بسم الله ما شاء الله. 300 الف جنيه ده سكور عالي قوي. 300 الف جنيه؟
لا خالص، دول كانوا 300 جنيه. لا ده على كده بقى بيحب اخته سناء قوي اكتر من حضرتك. ده طالب مني مؤخر 50,000 جنيه، وعلى راي امه الله يرحمها يعني كل ست وعلى قد مقامها. تفتكر برضو استاذ محسن؟ اصلها قالت لي على قد ما اتذكر اللي بيجي رخيص بيروح رخيص. مش عادل. طب اقول لك على حاجه بقى، تصدق شايلها في قلبي وكتماها. حتى الشبكه، حتى الشبكه تشاركنا فيها. لا اله الا الله، اتشاركتوا في الشبكه؟ ويا ترى اداكوا وصل؟ لا ما ادانيش وصل. نهار ابيض. ماشي عادل، يعني سناء احسن مني انا؟ انا ما قلتش الكلام ده، ده الموضوع يعني جاب بعضه. ومع ذلك يا ستي اللي راح راح واللي جاي جاي. انت هنا؟ انت هنا يا استغلالي اللي بتستغل التكنولوجيا البريئه، اسوأ استغلال. بتسجلني؟ بتسجلني؟ يوه موبايله هو حر فيه يا اخي. الكلام في البيت ده مع ماما. يا ماما يا ماما احضرينا يا ماما. ايه يا جماعه، ايه في ايه؟ احنا عيله لازم نستحمل بعض، واذا كان عادل غلط الغلط مردود. وانا قلبي كبير ويا ما سمعت ويا ما حسبت له جوان وهي كانت اوفسايد. اوفسايد؟ انت اصلا داخل العيله دي متسلل. انت بس عشان نعرف نتفاهم. ما تخليش الراجل يزعل منك اكتر من كده. الطلبات اللي انا قلتها طلبات معقوله جدا. يا سلام، وانت عملت كده في جوازتك؟ اه صحيح، ده نسيت. بقولك يا عيل، انت ازاي ما تكتبش الشقه باسمي؟ ها ما كانش معايا قلم. طب والقايمة والمؤخر؟ اما انا على ما نزلت اجيب قلم كان الورق خلص. يا سلام يا سلام يا اخي على مبرراتك الهشه التي تفتقد كل المعاني. ماشي كده سخنت الدنيا عليها يا جبان. حلو قوي، انت قلت سخنت، انا لسه ما لعبتش. لا العب براحتك، ده انت لسه هتشوف. وانت لسه شفت حاجه؟ هشوف. انا لما اتجوز اختك هتحس بالفرق بين عيشتها وعيشه مرات اخوها، وهتحس انها قد ايه ست متسسسته. متسسسته؟ هاي متسسسته؟ ده انت مش عارف تقولها اصلا. شوف بقى يا استاذ، مين اللي هيجوزها لك الست دي؟ جرى ايه يا عادل؟ انت عاوز تخرب على اختك وخلاص؟ هي كلمه واحده، لا اما ينفذ الشروط اللي انا قلت له عليها، لا اما مفيش جواز من اصله. وهي كلمه واحده اللي بقولها لك يا عادل، ما حدش يتحكم في جوازي ولا اقول ينفع ولا ما ينفعش غيري انا. انا ارفض، ارفض ان اي حد يتحكم فيا خارجيا. الله الله، وانا كمان ارفض الاجنبي. يا سلام، طلعتني خواجه يعني يا محسن. بقول لك ايه، خليك معايا انا هنا. انت لو ما كتبتش الشقه باسمي والقايمه والمؤخر هسيب لك البيت وامشي يا عادل. الجون الاول وتسن الجزمه. مزعل الناس منك وبتقولني كلام ما قلتهوش، ده الواحده تحرم تتكلم معاك احسن. الجون الثاني والضرب راس. بص يا محسن، جهز امورك ورتب امورك براحتك، وحدد ميعاد الجواز، واول ما تجهز شاور لي كده هجيلك بشنطة هدومي. الجول التالت هاتريك بس كباوي. يلا حلو، استعد بقى واقعد سخن للماتش الجاي. بس يا دولا. ايه ولا في ايه؟ عمال بتستظرف وبتلف حواليا، في ايه؟ روشني، عايز ايه؟ اديني ودانك بس. ولا انا مش ناقصه خالص، ابعد من وش دلوقتي السعاده يا رمزي. يا دولا دواك عندي. دوا ايه يا عم الاجزخانه؟ طوعني بس المره دي يا دولا. بص، عارف لو قلت كلام تافه هعلقك من فتحه مناخيرك في السقف، انت فاهم؟ ماشي يا محسن، ماشي يا محسن. اهو اديك قربت يا دولا اهو. اسكت، مش طلع الواد محسن ده؟ طلع ما بيخلفش. ما بيخلفش؟ ده طلق سناء مخصوص عشان هي اللي متخلفش. انت عرفت الكلام ده ازاي؟ انا اقول لك يا دولا، اصل انا صحيت الصبح يعني لقيت نفسي مش مركز كده. ايوه يعني، وانت من امتى صحيت مره لقيت نفسك مركز؟ المهم خلص. المهم يا دولا دخلت الحمام بقى. ساكت ليه؟ اصل انا طولت جوه. اخلص بدل ما اقفل عليك في الحمام. يا دولا اسمعني بس، انا يعني وانا قاعد جوه الحمام افتكرت ان مرات محسن ساكنه في حته انا عارفها، هوب خدت نفسي وطلعت لها، خبطت الباب، فتح الباب نزلت المشاريب. طفحت وشربت. اخلص، طلقها ليه؟ عرفت يا دولا؟ هو ما طلقهاش، ده هي اللي خلعته واديته رجل يا دولا عشان طلع ما بيخلفش. بقول لك عارف يا رمزي الكلام ده معناه ايه؟ معناه ايه دولا؟ معناه ان انفراد وفي الوقت الضايع، وانا والجون فاضي، ورحت رازعها ف
في المقص. ادوني الجبان. اهدي بس اهدي، هو جاي دلوقتي حالا. جاي يعمل ايه ده؟ جاي يعمل ايه ده يا عادل؟ لا 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 لا، الغل والبرجي دي والحاجات دي كلها امسك نفسك، اول ما يجي مفجرف يعرفوه. استنى استنى، هو جه. لا لا لا، اهدي خالص، اقعدي بس اقعدي، هنعمل له خطه. اقعدي اقعدي، خلي نفسك هاديه خالص. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ابو ناصر؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام يا سلام، منور البيت والله، ومنور المنطقة والحتة كلها. اتفضل اتفضل. أحب الروح الرياضية. لا ما ولا اعتراف بالهزيمة ده شيء ضروري. اتفضل حبيبي حبيب قلبي. شوفي جبت لك ايه يا سونسون؟ درينج سوت اهو، تضربه لي ليلة الدخلة هيبقى آخر فانتاستيك عليك. وعايز تجيب الخطيب التاني؟ لا خطيب تاني ايه وعيال ايه، واحنا بتوع عيال وكلام من ده. معقولة يا حبيبي في جواز في الدنيا من غير عيال؟ يا حبيبتي العيال هيلخمونا عن بعض، انا بحبك انتي. بتحبني يا دنيا واطي، بعد ما التاني رمتك بالجزمة ورمتك زي المتطلعة في ليلة الحنة يا جبلة، دايتو دنيا محسن. ايوه وضن 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 وضن، حلوه 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 حلوه. انفرادوا يا اخوانا، انفرادوا من نص الملعب ونص الملعب فاضي.